يا هاله. طب احنا ازيك يا هاله؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ انا رضوى حبيبتي. ازيك انت يا لولو؟ عامله ايه؟ تتفرجي علينا؟ اه. طب قولي لي كتير يا حبيبتي، قولي لي في ايه ما شفتيهوش، في ايه عايزه تشوفيه؟ بصي انا عايزه حاجات عن الرجيم اكتر. اه ده معانا بقى الاسبوع ده اعتقد، والاسبوع الجاي حاجات بتاعت رجيم عظيمه قوي يا هاله، يعني تابعينا بقى. طيب انت بقى عايزه ايه من عبير؟ بصي عايزه اسال عليا 26/11. 26/11 وجوزي 7/12 وجوزها 7/12. اوكي. ده مش عقرب اهو، ده مش راجل عقرب. برافو يا هاله، برافو، انت طلعتي من برج العقرب، برافو. طلع قوس. طيب هو قوس 7/12 وهاله 26/11. هي قوس برضو. فالقوس مع القوس الحقيقه يعني عارفه لما تبصي في المرايه وتشوفي عيوبك وتشوفي مميزاتك، فهي كانها باصه في المرايه. هي بس في مشكله في الاثنين القوس، ان كل واحد عايز امتيازات اكتر. فيعني حاولوا ان انت مش لطيفه ولا يعني ايه؟ لا مش لطيفه، هو باين عليا انها مش يعني انت بتحاول يا حرام بحاول الاقي حل. تعمل ايه ست؟ لا الاثنين عندهم صراحه جرحه، ممكن يجرحوا بعض قوي وبيتكلموا بصراحه، ممكن الصراحه اللي بجراه قوي. ايوه الست تجرح. دي تعمل ايه؟ فهقول لها طبعا تحاول تكون لابقه، ما تتهورش قوي في كلامها وتتحكم في عصبيتها، بلس ان عندها رقم 26 في ميلادها بيخليها برضو عايزة تحط قوانين صارمة، وصعب جدا ان الراجل القوس يخضع لأي قوانين. هو بيحب ده راجل القوس. اه طبعا الرجاله كلها بتاع كل الابراج ده بيحب الحريه. كلهم يا بيرا معايا.